في حاجه ثانيه بيساعد على انتشار الامراض، ودي ما حدش واخد باله منها. فانا بطرح الموضوع ده للمناقشه عشان تجددوا الدم في موضوع جديد. الحقيقه الموضوع اللي اثاره الاستاذ الدكتور محمد عطيه ده موضوع حيوي، ويمكن ده لوحده محتاج نقاشات، انما هو انا بس لا تعليق مبدئي عليه، وانا اعتبروني بس هتكلم فيه يعني، ويمكن لسه الدكتور مزيد بيشر لي بهذا، وانا النقطه دي مهمه. ما تنسوش ان في مشكله عندنا، علشان خاطر نزود انتاج القمح بيبقى على حساب زراعه الايه؟ البسين. واخدين بال حضراتكم؟ احنا كنا بنستورد يا جماعه 70% من احتياجاتنا من القمح من بره. دلوقتي هذا الرقم قل جدا. خدوا بالكم معايا، الزياده اللي راحت دي كلها راحت على حساب الايه؟ على حساب البسين. طبعا بالتالي قل المرعى عندنا. فالمشكله ايه؟ احنا كلنا لحظة واحدة المشكلة عندنا ايه؟ احنا عندنا الموالح. بصراحة انا هقول لك المصادر الاساسية، الموالح والبرسيم والقطن. كويس؟ الموالح عندي افاجئ. مثلا الفدان الموالح يتحمل كام؟ لما نيجي نحسب كمية الرحيق اللي فيه، واخدين بال حضراتكم، يبقى لكل فدان خلية. كمية الرحيق اللي فيه واللي بيجمعها النحل. خدوا بالكم معايا، ماشي؟ انما ايه اللي بيحصل؟ ان انا حاول طب احمل كل فدان خليتين يبقى كويس برضه، ما بيجيش. انما افاجئ بان انا احمل لكل فدان 20 30 خليه. انا بقول الفدان الواحد. يعني مثلا في مساحه 100 فدان موجودين مزروعين بالموالح، محتاجين 100 خليه ماكسيمم 200. البهوات يحطوا فيهم 5000 خليه. هيجيبوا ايه؟ ما هو الاصل واحد، الكميه واحده، كميه رحيق واحده ما فيش غيرها. فلما ده ياخد شويه وده ياخد شويه وده ياخد شويه مش هياخدوا حاجه. فما بيجيش انتاج. علشان كده بعض الناس متصوره انها لما تدي تغذيه للنحل، وخدوا بالكم من الموضوع المهم ده، بديله تغذيه سكريه يقول لك ده اصله بيسحب. هو ما دام بيسحب يبقى انت ما عندكش رحيق. خد بالك معايا، ولن تستطيع بانك انت تدي تغذيه سكريه انك تنتج عسل اقتصادي. ليه؟ لان لو حسبنا الطائفه الواحده، ودي محسوبه، الطائفه الواحده القويه او المتوسطه القوه، انتوا حضراتكم عارفين دي بتجيب كام كيلو في السنه؟ ولو ترجمت هذه الكيلوات لسكر جاف، يعني واخدين بال حضراتكم معايا، هترجمها لسكر جاف، هتجيب كام؟ 400 كيلو سكر، يعني 8 شويه سكر، الشوال 50 كيلو. الكلام ده تجيبهم في شهر ونص في موسم البرسيم. حسابيا، لا والكلام ده محسوب يعني، مش واخدين بالكم؟ ايه اللي بيحصل؟ ده في نشاط الطيران فقط، لما اجي احسبه الاقيها تستهلك في نشاط الطيران في حرق الطاقة في العضلات بتاعتها 56 كيلو سكر. والباقي بيروح فين؟ بيروح في نشاطات النحل الأخرى. أقولها لك بطريقة تانية، أنت لما تيجي تفتح الخلية في أي وقت بتلاقي فيها حبوب لقاح قد إيه؟ لو وزنتها تطلع نص كيلو؟ ما تطلعش. نص أو كيلو بالعافية. تعرفين حضراتكم الخلية بتجمع كام كيلو حبوب لقاح في السنة؟ 34 كيلو جرام. بيروح فين؟ في تغذيتها، في تكوين جسمها. نفس القصة، هذا السكر بيروح في النشاطات بتاعة النحل. فأنا ما أقدرش أدي للخلية 400 كيلو، ده اللي مسموح لي بيهم بالعافية نديها 5 أو 10 كيلو في السنة. خدوا بالكم كتغذية. فهنا أنا مش هقدر أعتمد، لأن في بعض الناس بتقعد على مكاتب وتقعد تكتب الكلام ده في الجرايد، والناس متصورة غلط إن أنا ممكن أنتج العسل من السكر. لا، ده أنا هتكلف جدا، لازم يكون عندي مرعى. واخدين بال حضراتكم معايا؟ فهنا المشكله احنا بنناقشها في جمعيات النحاله، وكويس انها انتقلت النهارده لمؤتمر النحالين العرب. المشكله اصلا ايه؟ ان انا ما عنديش قوانين تحكمني. انا مثلا في 100 فدان اهوت، جه الراجل صاحب الارض ديت اتفق مع سين من الناس، تعالى حط النحل بتاعك، وعلى كل ايه خليه ايه مثلا بياخد مبلغ، يجي له تاني اتفق معاه احط وهات وادفع، وهم مش فاهمين ان هم اصلا بيضيعوا بعض. لما تيجي تشتكي يقول لك وانت مالك؟
انا يعني مفيش قانون منظم، واخدين بال حضراتكم معايا؟ احنا محتاجين حتى حاجة ودية، بنحترم بعض شوية، لان انا مش حجيب اصلا. لو انا حسبتها ومحسوبة طبعا، لابد ان يكون المنحل اولا في المنطقة الواحدة ما يزيدش عن 300 خلية. لو زاد عن 300 خلية في المنطقة الواحدة هيحصل تنافس. لا، هي 300، ازاي بقى المنطقة الواحدة؟ هذه المنطقة بيبقى موجود فيها كام؟ لما نحسبها، اللي هي دايرة نص قطرها حوالي كيلومتر، فلما اجي احسبها بالتقريب المساحة بتاعتها تطلع 500 فدان. طبعا 500 فدان يعني لما نترجمها لإكترات تبقى على 2.5 تطلع على طول تقريبا، مش كده؟ ف بين، يعني معنى كده لو انا عندي الخليه في المركز كده، المنحل بتاعي هنا في نص الدائره دي، يبقى حواليها كيلو من جميع الجهات اللي هو حرم المنحل ده، وكيلو تاني حرم المنحل التاني، يعني المنحل لابد ان يبعد عن المنحل التاني 2 كيلو على الاقل. ان المسافه الفعاله عندي، لان بعض الناس متصوره زي ما موجود في بعض المراجع يقول لك دي بتسرح ل 15 كيلو. ممكن تسرح، بس مش هتجيب حاجه، لان اللي هتجيبه هتاكله وهي راجعه. واخدين بال حضراتكم معايا؟ المسافه الفعاله عندي لجمع الرحيق 800 متر، فاحنا مجازا بنقول ايه؟ كيلو. يبقى انا كيلو بيني وبين المنحل الثاني الذي لا تزيد فيه عدد الطوائف عن 300، ده ماكسيموم. خدوا بالكم، يعني اعلى حاجه، اكتر من كده هيحصل تنافس. وحتى الدكتور مازن قاعد يقول لي 300 كتير برضه. معلش، احنا بنقول 300 سبب ان انا بفترض ان في دوره زراعيه، وعندي في الدوره الزراعيه لو افترضت ال 500 فدان بيقول لي انا عايز منهم 150 فدان بس، فيهم ايه؟ بس فال 150 فدان دول لما احمل على كل فدان خليتين يعني عندي 300. وقتك انتهى. انا طبعا انا بفتح الموضوع وقتي انتهى، وانا محتاج للايه؟ للتعليق. عبد الحميد يوسف، عضو جمعيه مربى النحل بالارضيه. احنا عاوزين يا دكتور نعمل اتحاد لجمعيات مربى النحل على مستوى الجمهوريه، ويكون في الاتحاد دوت خريطه لجمهوريه مصر العربيه متحدد فيها المحاصيل المزهره على مستوى الجمهوريه، سواء الحوليه منها او ذات الحولين او المستديمه. ومش بس كده، في كل جمعيه زراعيه عاوزين نعمل خريطه ورا كل منصه، الخريطه ديت متحدد عليها الكثافه النحليه، عدد المناحل وعدد الطوائف في كل منحل، وما يتحطش اي منحل في اي رقعه زراعيه الا باذن الجمعيه. والله ده اقتراح وانا اثني عليه ويا ريت. اتفضل يا دكتور. الساده زملاء الباحثين وجهوا وجهه نظر انتاجيه، يعني دور النحل وحمولته الرعويه من خلال كمية الرحيق المتوفرة في الأرض اللي موجود فيها. ولكن أنا أقول عندما تكون الحمولة الرعوية، طبعا هذه مسألة موجودة ومثبتة علميا، عند التزاحم وارتفاع عدد الخلايا في المساحة المحددة لنسبة محددة، وزيادة هذا العدد يؤدي إلى ظهور عادات النحل الكامنة، عادة السرقة، وإضافة الى ضعف الطائفة التي تكلموا عنها السادة الباحثين. هنا المسألة التي نريد ان نؤكد عليها، بان قوة الطائفة تقاوم الامراض او الافات الكامنة الموجودة بداخلها، اي تستطيع الفرد ان يقاوم من خلال الغذاء المتوفر والموجود له، تبقى طائفة قوية. المسألة الثانية، تظهر الافة الكامنة فوق الحد الاقتصادي للضرر، وندخل بمتاهة المعالجة مرة ثانية. وشكرا. تفضل. تفضل حضرتك. لا لا لا، الثانية تفضل انت. الكلام اللي هقوله هو تكرار الكلام اللي اخ قاله قبل كده. طب شكرا خلاص. سيادتك التنظيم اللي سيادتك تطلبه، اهلا يعني امريكا الحالية ولا الحكومة؟ الحكومة دار زراعة. بح صوتنا ووصل لوزير الزراعه، عايزين الوزاره هي اللي تنظمنا، لكن احنا في بعض المحلين
مش هقدر اعمل مسافه بينه وبين الثلاث كيلو ابدا. لا هو احنا عايزين في منظومه نال انتوا تستطيعوا تتصل بالوزير، احنا عايزين نتصل بالوزير. ارجو ان هذا يوثق في مصر. هو الوزير ما يقدرش يعمل كده، دي مشاكل خاصه، فالمفروض في قانون. لا كل مشاكل خاصه مش هتحل. لابد قرار من مناطق نفوذ من الجماعات العليا الزراعيه، رئيس الجمعيه يقول لك انا منطقتي امتلأت، شوف لك حته ثانيه. اقتراح ربنا يسهل. باذن الله باذن الله. اللي جنبه. بالنسبه لموضوعي انا كان عم يحكي، بدي احكي عن موضوع الشمع، لانه موضوع الدود العت معالجته كنا نعالجها بماده اسمها السيرتان، وبعدين تظهر في بحث. تعرف السيرتان دي هي الاول؟ ماده عباره عن مثل انواع الفطر او اللي هي الباسيلس فرنجنسيس. بكتيريا اسمها الباسيلس فرنجنسيس، ودي موجوده من موجود وبتعالج بيها. والشمع نفسه بينزل النهارده، بعض انواع الشمع بينزل فيه جراثيم هذه البكتيريا موجوده. في بحث جديد في جامعه دمشق قالوا لنا عنه انه نبعد نبعد البراويز عن بعضها، تبعيد البراويز عن بعضها اثناء التخزين، ولازم تكون فاضيه من غبار الطلاء، بتبعد عنا الشمع، دوده الشمع. موضوع المسافه الرعويه للنحل، المسافه هي عباره عن احترام النحال للثاني، ولما بيكون النحال عارف نفسه فعلا اذا وضع مجمبر فيه رح تروح عليه وعليه على اثنين سوا، فهي عباره عن علاقه ادبيه بين النحالين بشكل انه يحترموا بعضهم ويبعدوا عن بعضهم، لانه فيها ضرر للاثنين. شكرا. الحقيقه تفضل حضرتك، بالنسبه لزراعه المنطقه الغربيه ومنطقه البحيره عباره عن زراعتها صيف وشتوي بطاطس وفاصوليا وفي رش باستمرار، الرش ده حضرتك بيأثر على النحل، غير كده عندنا كفر الزيات المصانع بتأثر تأثير مباشر على الزراعة محل النحل، فاحنا عايزين حضرتك ده الكلام ده ينحط في التوصيات بتاعة المؤتمر. لا ما هو احنا في نقطة، انا مش حاضر امنع واحد انه يزرع بطاطس، والبطاطس اصلا ما هيش منتجة للرحيق ولا بتاع. ولا حمنع واحد انه هو يكافح الافة بتاعته، انما دي لها يعني عمليات اخرى نحلية احنا بنقوم بيها. يعني مثلا انا وازاي ان انا اقي النحل بتاعي من التلوث بالمبيدات، ده موضوع مهم جدا والنحال لازم يلم بيه، ده مش بسيط الموضوع. لو سمحت لحضرتك دلوقتي المساحة الملكية حاليا اتفتتت، فكل واحد بيرش بمزاجه، يعني ما فيش رش دوري، الجمعية الزراعية ما بتعملش مثلا برنامج للرش الدوري على اساس ان احنا ناكل، كل واحد برش، واحد برش الصبح وواحد برش العصر. طب انا لو هحبس النحل هحبس امتى؟ هو فين؟ معلش شكرا بس دي لها حل تاني زي ما بقول لك، يعني هنقعد مع بعض ونقول فيها، لان فيها كلام كتير وفيها حل هقول لك عليه. الدكتور صبري حنا الحقيقه عنده موضوع هيكلمنا فيه، وبعدين الدكتور حاجه سريعه حسني شرف الدين. بالنسبه للخمساء النحل الصغيره اللي اثيميا تويدا، الحقيقه الدكتور احمد قال ان هي سجلت في مصر سنه 2000 على ما اظن، فمفروض ان هي التسميه دي تروح للبريتش ميوزيوم. يعني انا اذكر في السبعينات لما كان في سيتوره تريكاسبس، وانا كنت يعني ليا شرف ان انا يعني لقيتها فسميتها، فعشان اتاكد بعتها البريتش ميوزيوم. اللي حصل هنا بالنسبه لمصر ان الحشره ده هي تبع فن التيوليميتي، والتيوليميتي فيها افراد كتيره ومنها الكاربوفيلس هيمتيرس، وسميت هيمتيرس عشان هي الجناح مش واصل لنهايه البط، وهذه الظاهره موجوده في الخنفساء اللي احنا بنقول عليهم. فارجو ان ما يكونش في خلط بين الاثنين، لان الاثنين موجودين، واللي حصل ان انا شفتها في العجوه اللي هي بنغذي بيها كبدلات حروب لقاح، وكانت بتبقى موجود فيها الكابوفيلس هيمتيرس، ودي كثيرة الشبه جدا لانها من نفس العائلة، لكن في اختلاف في الحجم بسيط، ولذلك سميت تيوميدا جاية من تيومس اللي هو الاسم اليوناني، يعني معناها كبير، ومنها اشتقت كلمة تيومر بعيد عنا اللي هي بتبقى الاورام في جسم الانسان. وشكرا لك. بالنسبة للسجل الاخر في مصر اسمه ايمن مصطفى، وفي باحث معاه ثاني اسمه ويليامز.